حقيقة. السلام عليكم أعزائي، أجيب اليوم عن السؤال: لماذا لا يزال الحسن الثاني يثير رعبا في نفوس المغاربة؟ كنا نخاف من الحسن الثاني، واليوم أصبحنا نخاف على محمد السادس. تردد هذا الكلام كثيرا على لسان رجل الشارع بعد تقلد الملك الشاب العرش، فجبروت الحسن الثاني كان يبعث الإطمئنان في نفوس الشعب الذي كان يعلم أن البلاد محكومة بقبضة من حديد ومحفوظة ببركة ملكها. أكثر من 10 سنوات مرت على رحيل الحسن الثاني تاركا المغرب يتيما دون حامل وطن وموحد البلاد، كما كان يحلو للملك الراحل أن يصف نفسه. يمثل الحسن الثاني في ذاكرة الجماعية اليوم الأشياء كلها ونضيقها، فهو الملك المستنير والطاغية الإقطاعي، وهو المثقف اليقظ وصاحب القرار السلطوي. فالأسطورة الحسنية ترتوي من هذه التناقضات لترسم ملامح شخصية بالغة العمق لا يمكن اختزالها بنعت معين. يرجع الانبهار بشخصية الحسن الثاني بالطبع إلى كونه ملكا بكل ما يقتضيه ذلك من صفات ظاهرة وباطنة، لكنه يرجع كذلك بالأساس إلى استمرار ملكه، فهو وريث حكم دام لقرون وسير شعبا وأخضعه، لكنه تميز أيضا بشخصية لامعة أبهرت معاصرها متجاوزة حدود المملكة. كان له من المعارف العلمية ما يجعله يحاور كبار أطباء العالم الذين عالجوه، وكان يستعين بخدمات ونصائح أعلام القانون أمثال موريس دوفيرجي وجورج فيديل. بعد رحيله قدمت صفوة العالم من بيل كلينتون إلى جاك شيراك لتشيع جنازته والسير وراء موكبه الأخير، في حين أن الكثير من هؤلاء لم يتحركوا للمشاركة في مراسيم دفن ابن عمه ملك الأردن بعد وفاته شهورا قليلة بعد ذلك. فالإشعاع الدولي الذي أعطاه الحسن الثاني لحكمه وكذا ترسيخه الماهر لصورته الازدواجية هو ما خول له الدخول في مصاف كبار الملوك، لكن شعبه كثيرا ما كان يدفع ثمن ذلك. ملك قبل أن يصبح أميرا. بدفن والدي كان علي أن أدفع معه ولي عهد لم يكن يتوقع أن يعتلي العرش يوما ما. هذا ما قاله الحسن الثاني لإيريك لوران في سيرته الذاتية ذاكرة ملك عندما سأله عن توليه الحكم عام 1961. فارق السن بينه وبين أبيه الذي لا يتعدى 20 عاما كان يجعله يستبعد فكرة خلافته في الحكم، إذ كان يعتقد أنه سيظل مجرد مساعد فذ لملك شاب سيتربع على العرش طويلا. ومع ذلك فقد كان ولي العهد مهيئا بما يكفي ليصبح ملكا، ومحمد الخامس لم يخف يوما ما أن الحسن الثاني سيخلفه بعد رحيله. وسرعان ما وجد الأمير الشاب نفسه في عباءة الملك كيوم الرجوع من المنفى، عندما اجتمعت الحشود لاستقبال ملكها العائد من المنفى والتعبير عن فرحتها مرددة هتافات عاش الملك. التفت ولي العهد إلى والده وسط هذا الجو الحماسي وسأله باختصار: ماذا تفعل لو أن الشعب بدل أن يهتف بنصرك طالب بمماتك؟ وكان جواب محمد الخامس: ليحفظني الله من ذلك. لكن الأمير استطرد قائلا: أما أنا فسأسحق هؤلاء الناس الهستيريين. منذ كان وليا للعهد بل ومنذ كان طفلا كان الحسن الثاني واعيا بالدور الذي ينتظره، ويغمره اعتزاز جد مخزني برفعة القدر. فقد ذكر الكاتب الصحفي أنياس دال في كتاب الملوك الثلاثة الواقعة التي حدثت بين الأمير الشاب مولاي الحسن في المنفى بمدغشقر وبين عميد شرطة فرنسي، حيث قال له هذا الأخير: صاحب الجلالة أو غير ذلك هذا لا يهمني. وردا على هذا الكلام الجارح كتب الأمير رسالة استنكار استعادتها فيما بعد مصالح أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية إلى طبيبه الفرنسي الذي حضر الواقعة قائلا فيها: كنت أتوقع منكم باعتباركم صديقا جليلا أن ترفضوا ركوب السيارة التي يركبها من تطاول على سمونا. حسنا، مهما يكن فأنا أعول عليكم لكي لا تتكرر مثل هذه الأحداث. فصاحب الجلالة تألم كثيرا بعد أن نقلت له الواقعة، ومثل هذه الإساءة لا يمكنها أن تخلف لديه انطباعا جيدا عن أبناء بلدك. فبالرغم من نفيه وإخراجه من بلاده من طرف المستعمر الفرنسي، كان مولاي الحسن يحس بسموه ورفعة قدره أكثر من أي وقت. إن محنة المنفى التي عاشها الحسن الثاني هي التي صنعت أسطورة ملك ناقم لم يتقبل يوما إهانة والده الذي تحمل طويلا سلطات الحماية. عندما سأله إيريك لوران عن علاقته بوالده محمد الخامس، أجاب الحسن الثاني: لقد أصبحنا صديقين مقربين مع الحفاظ على كل الاحترام الواجب للأب، مؤكدا بذلك
بذلك فكرة تأثيره وسطوته على أبيه الملك، وهي الفكرة التي يرجحها كذلك أنياس دال الذي قال في كتابه الملوك الثلاثة: إلى جانب أب هش الصحة قلق ومتردد، وأمام طبقة سياسية لم تتخلى عناصرها البارزة عن فرض رؤيتها على القصر، سرعان ما فرض مولاي الحسن الذي كان يسيطر فكريا على والده نفسه على جميع الأطراف كمحاور أول. الله وميكيافيلي. شكلت المسيرة الخضراء حجر الزاوية في الإقرار بعبقرية الحسن الثاني ومنعطفا هاما في حكمه، فقد دفعت به إلى الواجهة الإعلامية وأعلنت كلمته في المحافل الدولية، حيث بدأت الصحافة الدولية تعترف بمكانته كأحد الزعماء الكبار، وتوارت إلى الظل سمعته السيئة. في عام 1976 أصدر كتابه المعنون بالتحدي، مغلقا القوس على الحقبة التي كان فيها عرشه مهددا، فقد استوعب منها الدروس جيدا. استهل الحسن الثاني كتابه بآيات قرآنية: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأتبعها مباشرة بعبارة مقتطعة من كتاب لميكيافيلي: إذا كان التباطؤ ضد أمير واحد مغامرة غير محسوبة العواقب، فالتباطؤ ضد اثنين أمر بدون جدوى ولا معنى. لقد كانت الرسالة واضحة من الصفحة الأولى في الكتاب: اتبعوني لأني أتبع طريق الله، وأي انشقاق سيكون دون جدوى. فقد استخدم الحسن الثاني في خطابه طريق الله بمثابة الجزرة، وميكافيلي بمثابة العصا. شكل الإسلام مع إضفاء لمسة الديمقراطية والليبرالية المستمدة من الغرب الأساس الذي بنيت عليه الشرعية العلوية، لأن الحسن الثاني أدرك مبكرا كيف يوظف مكانته كأمير للمؤمنين، وكان واعيا بالدور المطلوب منه لعبه باعتباره قائدا دينيا. ففي سنة 1956 حين كان لا يزال أميرا صرح قائلا: إن الإسلام من وجهة نظري كمسلم يتضمن كل المبادئ التي تجعل من العمل الاجتماعي فرضا على كل مسلم، مضيفا: إنه ينبغي أن ننظر إلى الإسلام من زاوية جديدة تتلائم مع القرن العشرين، وسنجد فيه كل المبادئ اللازمة لبناء مجتمع يستعير من الرأسمالية كل جوانبها الإيجابية دون أن يصبح عبدا للمال. فقد كان الحسن الثاني يستند أحيانا إلى المرجعية الإسلامية ليبرر سياسته الأطلسية والمناهضة للشيوعية، لكن الملك الراحل كان يخلط الأوراق باستمرار، تتجاذبه التأثيرات المتناقضة لنشأته وتربيته. حيث أجاب إيريك لورون عندما سأله عن قراراته التي تسير عكس تيار الدول العربية الأخرى في اختياراتي حد أدنى من الثقافة، فقد كان لي الحظ الكبير في الحصول على ثقافة مزدوجة لا يقل أي جانب فيها صلابة عن الآخر. ولكي يشرح التعددية الحزبية أو حتى توجهه الدبلوماسي الموالي للغرب، كان الحسن الثاني ينهل من ثقافته التقليدية المستمدة من الإسلام، وكذا ثقافته العصرية المتأثرة بفلسفة الأنوار الغربية. فكما كان يستشهد بالآيات القرآنية، كان يستشهد بمونتسكيو، وكل النصوص الدستورية المغربية هي ثمرة لهذا المزيج بين الثقافتين. كما أن الدستور الذي وضع سنة 1963 والذي نص لأول مرة على شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته، يعزز الشرعية الدينية والتاريخية للملك مع إضفاء صبغة برلمانية وديمقراطية على هذه الشرعية. ملك التواصل. ثم جانب آخر من جوانب السحر في شخصية الحسن الثاني يكمن بالطبع في نشاطه الدبلوماسي الكبير الذي يفوق الوزن الاقتصادي والعسكري للمملكة، والمغاربة يذكرون ملكا استضاف أكبر الشخصيات في العالم، فقد كان أول قائد دولة عربي يستقبل البابا، وشكل ذلك حدثا شعبيا حقيقيا. كما أعطى المغرب سيرا على نهج والده صورة البلد المتسامح المنفتح على الإسلام والمسيحية والمنخرط أيضا في قضايا الطائفة اليهودية. هل كان الحسن الثاني صديقا لليهود؟ مهما يكن، فإن الجالية اليهودية المغربية التي ظل يجامل زعماءها هي التي أضفت الشرعية على دور الوسيط الذي لعبه في الصراع العربي الإسرائيلي. لقد كان الملك الحسن الثاني بارعا في فنون التواصل، وما زالت حواراته الصحفية إلى حد اليوم تثير الإعجاب. لا يمكن أن ننسى على سبيل المثال الثقة الكبيرة التي كان يجيب بها آن سينكلير عندما سألته عن وجود معتقلي الرأي بالمغرب، فقد أنكر من البداية إلى النهاية دون أن يرفل
له جفن. كان الحسن الثاني يتمتع بفصاحة اللسان، فلم يكن يحضر كلمة مكتوبة على ورقة، بل يرتجل في خطاباته التي يدخل فيها الدارجة ويستشهد فيها بجمل أدبية، ويستحضر فيها آيات قرآنية سواء بالعربية أو الفرنسية. لقد كان الحسن الثاني متمكنا في فصاحته وغزيرا في لغته، سواء كتابيا أو شفويا. فبالإضافة إلى سيرته الذاتية التحدي، خلف الحسن الثاني حوالي 10,000 صفحة خطاباته وحواراته الصحفية موزعة على حوالي 15 مجلدا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتولى الراحل إدريس البصري جمعها، والأسطورة ما زالت حيّة.